فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول: لم تصم ابنتي 27 يوما من رمضان بسبب المرض الذي لازمها حتى شهر ذي القعدة الحالي، ثم توفيت، فهل نطعم عنها أم نصوم عنها وفقكم الله؟ ما دامت أنها أفطرت للمرض الذي لا تستطيع معه الصيام واستمر معها حتى ماتت فليس عليها شيء، ليس عليها شيء، والحمد لله. نعم.